انتوا في المقابله من بشمين مقابله برد ومطر يوم برد كان الليل برد ترى جانا مطر يا ولد احنا نغرق مغرق نطلع ما نعود ضحك خلاص روقت يا ولد والعيال كلهم خبر يا فيصل ايه قلت قصيده لما صار طياري ايه وش يوم سمعها حسين عمر يا فنا ولا حياها احلام ودنيا متاح يا كم نفس روحت ما حققت مطلوبها يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع يا تامن الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها يوم قلتها ما يعرف اسمي اعلم باسمي ينسى كل شوي اللي قال قصيدة تواصل وينه قلت هلا قال بالله تعال عدها عدتها له ولاخذنا شوي وقفت عند الباب نحتل مقابلات قال بالله تكفى تعال عد قصيدة تواصل مرة ثانية يا ولد استجمت ما حط العمر كل مطر قاعد يسبي جرس لا 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 طلع كل واحد اللي مع ساعة يوري الربع والله الساعة فقدت من عندي لا حلو لا دي لا معك ساعة؟ بعد اذنك انا بقوم صلوا على النبي صلوا على النبي بخليكم تفتشون والله كم بمسككم بحق معليش معليش تعال والله ورب الشيخ لا هذا ما معك الشيخ ذا ولا يا ريت انا اقول والله اني صاد انا والله 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 اني صار امشي 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 والله العظيم ما لقيتها نادر طيب طيب ابو نادر وكنت جالس ابو نادر حادي ابو نادر تعال يا ابو والله انك تعرف والله انا كنت والله والله بس 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 والله 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 يلا انا ابو سلطان وانا ابو سلطان وانا ابو سلطان لا ما انا ابو سلطان وانا ابو سلطان هذه خاصه بس سمعوني وانا ابو سلطان دقيقه متاكد اول شيء ولقيت اسمع انا لا قبل ترى الصدق اعطيك الصدق احنا كنا وين انا مهديه يا اخوي دقيقه دقيقه خلينا نشوف احنا دقيقه هديه لا تحرق طيب دقيقة يا دقيقة حنا كنا جالسين هناك رحنا دورنا ما لقينا جينا هنا ما لقينا بيت الحكم هنا ما لقينا بيت الحكم ما لقينا جلست بيت الحكم هذه هديت المدينة رحت أنا وحسين لعبان ايوه جلسنا في بيت الحكم حلو دخلنا بيت الحكمة حلو طلعت قلت يا ساعتك ذيك قلي مين اللي يقوله رحت على بيت لعبان حلو قلت وقلت يا حسين والله انها زينه كذا ما طقم بلبس اصفر واسود اغلى من الشر اسمع يا ماجد ماجد دقيقه اسمع تلني اغلى من الشر رجال يا اخي ان شاء الله انك بتحكم طيب اسلم اسلم سواء ساعتك ولا ساعة حسين انا ما ادري جيت عند الرجال قلت والله انها عجبتني ساعتها اعطيني اياها قال لي مسموح صح حلو وانت تعطي شيء ما بعد هذا ما امشي طيب علي على علي امسك تعال روح يعني انا ما ادرس ابوك ادرس ابوك اليوم اخذ اليوم ما خلص شي خطا بدي اسك حرامي اسمع يا شيخ والله اني ماني والله والله هو هو والله هديه من فيصل هدلان هديه الماجد بن عبد والله هو والله والله انه هو شوف اسمع لقيناها يا شيخ انت ما تقدر تعرض عيدي انت غلطت على اخوياك انت ابغى سبعة خرفة اسلم بيض الله وجهك لكم عشرة عشرة اللي يدورون ولا لا انا ادور لي خروفين اما كذا ابدا وجهك انا ابوي انت خرفان امس واجيب لك انت ودي لك تشاهد على بس جد تعال يا ابو سعد بس الله يطول عمرك ايش هذا الشيخ اللي يا اسكت تسكت بكره انا بجري بس على انا على انا بنروح الى الجامع خلاص ابن لعبان ما انا باك يا حسين خلاص تعال يا حسين خلاص تديني الساعه ويسجوني وانت ساكت تتفرج تعال 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 مشي بيجي بيجي والله ما يجي والله ما يتقطب هذا يا حسين تعال يا حسين ما صرفت عمان اقسم بايه الله اني ما صرفت شوف دخلت بيت الشيبان هو يا اخي اعترف حسين باللعبة انا طالبك يا شيخ الرجال اعترف يعني شوف انا ودي بالسجن بس يعني ما خمس دقائق ليش ما رحت لشيخ القريه تسلمها لي ايوه احنا متفقين هذه من ضمن القرارات طيب شوف انا اعلم انا متبرد خلنا نسولف في السجن تعال
يلا انا ايش تسوي المي بس جنا دور سوالف بعد راعي هرج انت ابو شيخ انت راعي هرج الحمد لله قول لا والله ما راعي هرج انت راعي هرج لا والله ماني راعي هرج حق سوالف لا قول ماني راعي هرج لا ماني راعي حلو بالعبار مره يا رجل جيبه هي تحت يا بي جيب هذا ماشي تعال بكل طيب يا خالد بكل ادب اسمع يا شيخ ماجد دقيقه ماجد يا شيخ ماجد بنسمعك صلى النبي وانا اعرفك انك تراعي ايش اسمه المتسابقين وان وليتها امرهم تمام انا رجال دخلت بيت الحكمه يوم دخلت بيت الحكمه حلو اطالع الا في ساعه كذا سوداء والله انها قاعد تلمع ما شاء الله تلمع 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 عرفت يعني لو فيه غراب في القريه كان قد لقطها وسوى عرفت الغراب ياخذ الاشياء الثمينه طيب ها يعني حسيب اللعبان قلت يا ولد ساعه مين دي من هي له قال إلي جعلها بدك كذا اي ما قال له ولا شيء قال جعلها بدك والله انا اشوفها قاوسها في يدي كذا وطالع والله لانها ولا راح تنشد من رايها ولا ادري احمد ولا راح لشيخ القريه تقول لقيت ساعه مفقوده والله احمد ليش ما رحت لشيخ القريه كم ما حصل هذا كله ابو والله ما ادري والله كم ما حصل يا شباب ما ادري ها ليه ما في أبكي زيادة أنا هرج أستاذ الكريم لماذا لم تسلم الساعة على مقودة لشيخ القرية صح يلا هو قاله هو قال في ذاك أنا حسبها حقته هو شراها اللي قال في ذاك مين سلبا سلبا وهذا اعترف وقام يبتي والله يا شيخ اكتب بس أنت ما سلمتها طيب أنا ما أدري والله ما أدري يأخذ على الشيخ كل اللي لقيت ساعة مفقودة أنا اللي أسأل الشيخ شخصيا راح يدور الساعة في بيت الحكمة الى ساحه الابداع معاون ايش يسوي هذا معاون معك المعاون معي طيب اسمع يا شيخ شوف لو انه لابسه هلال يمدينا مفكينه استاذ الكريم انا عندي انت هلاوي انت هلاوي استاذ الكريم اتحاد. لا 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 لو اني منك اجلسه يومين استاذ الكريم يا احسن لعبه الله يبارك في عدوك انا كذبك ها وش استفدت اسمع ماجد اتكلم صدق الشيخ شخصيا يا الشيخ ماجد شخصيا النادر شخصيا الشيخ شخصيا الشيخ ماجد النادر شخصيا لا الشيخ لا. شخصيا الشيخ شخصيا بس وش هذا لقبك اي نعم حلو الشيخ شخصيا نعم انا كان معه شخصيا نعم لا انظف وجهك ما عليك ايوه امشي الشيخ قصدي حلو يا الشيخ ماجد شخصيا انت شيخ ما قصيده لماذا لم تسلم الساعه المفقوده في بيت الحكمه الى الشيخ شخصيا انا من رايي تحاول تقنع بعطيك شيء بعطيك قصيده اقنع ما بقصيده انت جو انت الان يا اخي اسمع تعال تعال لو انت مكاني ودخلت وحصلت شيء ضايع طايح في الارض أيه. حلو وجاء محمد يابسي قال لك جعل افداك يا ابو نادر أيه. تحسب انها له لا انا ما قلتها انا قلتها انا قلتها لا. ليش ما قلتها ما قال طيب انا ما ادري مين اللي قال لي ليش طيب حسين لعبه طيب لازم تتاكد المفروض انك تتاكد تروح اولا تروح للشيخ شخصيا نسي سلمان جاك
كله.